السلام عليكم، لا جزاكم بخير. دابا كيف كتشوفوا هذه المنطقه هذه اللي سميتها الدوغوش، شوف كيفاش كنشارجيو باش نتواصلوا مع الناس. عندنا ما عندناش الريزو، الضوء ما كاينينش، ما كاين حتى حاجه. انا اللي جايه من كازا باش البورطابل ديالي الوحيد اللي خدام هنا باش كنعيط للناس للدوايات. هما كلهم تعرفوني هنا وكنديروا التشارج وكيخليونا الناس الله يحميهم الوالدين باش كنشارجي التليفون باش كنعيط للناس الادويه. وانا اللي مكلفه بالدواء هنا، الدراري مساكن مجروحين مهلوكين، كلشي مهلوك. راجل مريض عمي راه ما كيزيدش كيدير في حوايجو، كنقول الصراحه راه هو مليوح تماك، لا اله الا محمد رسول الله. كنستنى ولادو يجيو باش يديوه، ما بغاش يمشي معايا انا. هادشي اللي كاين المهم، هادشي اش ريزو الضوا وسمحيدين من الجبل طايحين كلشي البطوات، ما كاين حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا حنا شوفوا دابا كيفاش كنصوروا، كيفاش كنشارجيو والزحام. والله الا داك السيد مسكين الله يجازيه بخير، هو اللي طاحت لي في الكاكي خلينا الطوموبيل، الله يجازيه بخير. ما عرفتش انا جيتكم كنشارجيو حتى انا تنشارجي، فكره والله العظيم كيفاش طاحت عليه ما عرفتش، ولكن الله يعطيه الصحه. تنشكرهم والله كاع اللي كيعاونونا، كنشكرهم اللي دازوا هنا كنشكرهم. غيشوفوني ان شاء الله اللي عطاونا واللي ما عطاوناش، اللي دازوا وساونا واللي قالوا لنا الله يرحم لكم اللي ميتة، كلهم تنشكرهم. الله يجازيهم بخير، الله يجازيكم بخير. شي ثمانية الناس ماتوا هنايا، شي عائلة فيهم أربعة، شي وحدين فيهم. وهذيك البنت اللي قلت لك راه مسكينة تقطعوا لها رجليها، راه داوها ما عندها لا مها لا حتى واحد. المهم ماتوا الناس وجبدناهم، ولا الدوار اللي جبدوهم، ما كاينش اللي جبدهم، راكم جبدوهم بقاو تما خانزين. هذا الشيء اللي كان أسيدي.